السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زاهي عبد الباسط الدبي، مستوى سادس طب بشري، جامعة تعز. إن شاء الله بشرح موضوع الريكتال بليدنج. طيب الموضوع بشرح الموضوع في 3 نقاط أساسية إن شاء الله: الانترودكشن، وفي بعض الدين عندنا مجموعة كي تيرمز مهمة اللي بها الموضوع، وبعدين بندخل في الابروش في الابروتش تو ذا ديزيز او تو ذا شيف كومبلمنتال بليدنج. طيب الانترودكشن: جاسترو انتستاينال بليدنج از ا كومن ميديكال كونديشن. طبعا موست بيشنت وذ اكيوت كي اي تي بليدنج بريزنت تو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت، او ممكن ديفلوب بليدنج وايل هوسبيتالايز فور انذر ريجن. الانسيدنس اوف ابر جي اي تي بليدنج يختلف عن الانسيدنس اوف لور جي اي تي بليدنج. طبعا الانسيدنس حق الابر جيت بليدنج يكون من 100 إلى 200 لكل 100,000 حالة بالنسبة للابر. بالنسبة للور يكون من 20 إلى 27 لكل 100,000 حالة. غاسترو انتستينال بليدنج كان بي كوزد باي ا نمبر اوف كونديشنز، طبعا بنذكرها لاحقا. It can manifest as overt GIT bleeding or occult GIT bleeding. الأبر جيتي بليدنج اللي هو يلاحظه المريض، يجي يشكي من هيميتيميسيس أو ميلينا أو هيماتوكيزيا. بالنسبة للأكل جيتي بليدنج يجي لي بنان سبيسيفيك سيمبتومز ريليتد تو ايرون ديفيشنسي انيميا. طيب الجيتي بليدنج ممكن كلاسيفايد از أبر جيتي بليدنج اند لور جيتي بليدنج اكوردنج تو ذا ليجمنت اوف تيريتس. اذا كان البليدنج بروكسيمال تو ذا ليجمنت اوف تيريتس فيكون جيتي أبر جيتي بليدنج، البليدنج أبر جيتي بليدنج. وإذا كان ديستال فبيكون lower GIT bleeding. وطبعا الكوزز تختلف حسب ايش الاناتوميكالي، طبعا اذا كان ازوفيجيال او اذا كان gastric او دودينال. في الابر جيتي بليدنج، في اللور جيتي بليدنج ممكن ان يكون سببه small intestinal or large intestinal. الاسباب بتذكر ايش لاحقا. لازم أميز ما بين الأبر جيتي بليدنج واللور جيتي بليدنج، مهم جدا طبعا، لأنه عندي ديفرنشيال دياجنوسيس للأبر واللور مختلفين عن بعض، وأيضا المانجمنت يختلف، وأيضا البروجنوسيس يختلف from trivial to life threatening. طيب عندنا مصطلح الأبرت أبر جيتي بليدنج واللور والأبرت لور جيتي بليدنج. الأبرت أبر جيتي بليدنج القناة اللي يلاحظ المريض يجيلي بشكوى عبارة عن هيماتيميسيس أو هيماتوكيزيا أند ميلينا. في حالة الأبر طبعا يكون الكومون هيماتيميسيس. الهيماتوكيزيا والميلينا ممكن أكر if the bleeding is brisk. بالنسبة للأبر لور جيتي بليدنج يجيلي في هيماتوكيزيا، الميلينا ممكن يحصل إذا كان مصدر البليدنج from the small intestinal or proximal colon. طيب بالنسبة للانيشال مانجمنت، طبعا الانيشال مانجمنت لازم نركز في العيش في الهيموديناميكال ريسوسيتيشن، وبعدين ندخل في الاندوسكوبيك اند ايدنتيفيكيشن اف فيزيبل اور انجيوغرافي، وبعدين ممكن ندخل للميجرز تو كنترول بليدنج، يا اما بالاندوسكوب اللي هو عملنا في من خلاله ايدنتيفيكيشن، او ممكن نحتاج سيرجيكال اور انجيو امبوليزيشن. طيب عندنا مجموعة كي تيرمز مهمة لفهم الموضوع. مصطلح الهيماتيميسيس عبارة عن vomiting of bright red fresh or blood يكون old coffee ground material. بالنسبة للهيماتيكيزيا عبارة عن bright red blood or maroon blood or clots per rectum. الميلينا عبارة عن black tarry foul smelling stools. الأبر جيتي بليدنج واللور جيتي بليدنج قلنا إنه المحدد لهما إيش ligament of tyrids، وممكن يكون إذا كان في حالة الأبر ممكن يكون الموقع السايت اوف بليدنج يكون فروم ايزوفيجال ولا ستومك اور دودينم، والمانيفيستيشنز قلناها. بالنسبة للور قلنا إذا ممكن يكون مصدر سمول انتستاينال اور كولون، والمانيفيستيشنز فور ذا لو ذكرناها سابقا. مصطلح الهيموديناميك انستابيليتي يجي للبيشنت بسيستوليك بلاد بريشر أقل أكثر سيستوليك بلاد بريشر أقل من 100
and or pulse يكون أكثر من 100 بيت بير مينت. هذا indicate طبعا significant intravascular volume loss. بالنسبة للبوزيتيف نازوغاستريك تيوب نازوغاستريك أسبيريشن هو عبارة عن إيش؟ The presence of bright red blood or clots or coffee ground material aspirated from إيش نازوغاستريك تيوب. هذا طبعا confirm the upper GIT bleeding. إذا لقيت red blood هذا suggest إنه the bleeding active. طيب بالنسبة نسبة حدوث الأبر جي تي بليدنج واللور جي تي بليدنج، نسبة حدوث الأبر جي تي بليدنج يكون من 70 إلى 80% أوف جي أي تي هيموريج. اللور جي تي هيموريج طبعا يكون أقل من 20 إلى 30%. مصطلح الأكلت جي تي بليدنج عبارة عن بليدنج إن كوانتيتيز تو سمول تو بي ماكروسكوبيكالي أوبزرفابل، يعني يكون صغير جدا إنه ممكن يلاحظ بالعين المجردة، فبحتاج chemical test or microscopic examination عشان اقدر اعرف انه هذا المريض عنده occult GIT bleeding. بالنسبة لـ overt GIT bleeding يجي لي ايش microscopically observable يشكي من هذا الشيء، ويكون الـ bleeding with a combining clinical symptoms anemia و tachycardia. طبعا مصطلح الـ obscure gastrointestinal bleeding عبارة عن gastrointestinal bleeding that persists or reoccur after an initial negative evaluation to find the source of bleeding. عبارة عن bleeding يحصل له resistance or reoccur after initial negative evaluation، ما قدرش يحدد مكان العيش الجاسترو انتستينال بليدنج سواء كان occult or overt GIT bleeding. طيب الليجامنت اوف تيريتس، هذا الليجامنت اوف تيريتس اللي يمتد من الديافرام الى الدودينو جوجل الفليكسر محدد للابر اند لور GIT bleeding. طيب عشان نسوي approach to the patient with rectal bleeding بنعمل case scenario. هذا أحمد 60 year old present to emergency department because he has passed blood per rectum. إيش الأولويات اللي المفروض نبدأ بها لأحمد؟ طبعا as with all acute patient always start by assessing ABCDE. مفروض في الطوارئ نبدأ نقيم ونبدأ بال اي بي سي دي اي، لكن في حال كانت الحاله تشتكي من هيموريج فاكيد المفروض اني ابدا باسيسنج ذير سيركوليشن هيموديناميك ستاتس از ا بريوريتي. اف ذير ار كلينيكال فيتشرز تو سجست هيموديناميك انستابيليتي ممكن الاقي عنده هايبوتنشن تيكي كارديا كول بريفريز تيكيبنيا او ديكريز كونشسنس. ذن بعدين الايميديت the immediate priority is to resuscitate the patient. So the resuscitation before proceeding to a thorough surround examination. بعدين بالراحة ببدأ له إيش؟ مجرد ما يكون المريض stable ببدأ أدخل له أسأله بالهيستوري والإكزامينيشن. أوكي. طيب إيش المانجمنت الأكيوت مانجمنت اللي نسويه؟ To all patient no بير اورال طبعا الاي بي سي دي سيرفي شوفه كامل الكونتينوس كاردييك مونيتورينج الاي في فلويد ريسيتيشن از نيدد ترانسفيوز بيكت ار بي سي لو الهيموجلوبين من اقل يساوي 7 إلى 8 او اقل من 9 فور ان ستيبل اور هاي ريسك بيشنتس. وطبعا اطلب اللابوراتوري ستاديز السي بي سي والكوجليشن بانل والبلد تايب والكروس ماتش and liver enzymes. النقطة الأخيرة عبارة عن نقول لك إنه conduct pre-endoscopy risk stratification to determine diagnostic and therapeutic approach. عبارة عن stratification يعني تحدد ال أو تتوقع ال prognosis and life threatening المورتاليتي. Prognosis of mortality to the patient عبارة عن scores طبعا وما تستخدمش عندنا. طيب consider withholding antithrombotic agent as needed. إذا المريض بدأ يستخدم أو عنده يعني باست هيستوري إنه يستخدم antithrombotic agents مفروض إنه إيش يوقفها. طيب consider anticoagulant reversal. إذا المريض يستخدم antithrombotic agents فهي أحد الأسباب المتورطة في
في هذا البليدنج، فالمفروض اني اوقفها واعطيه ريفرسال انتي كواجولانت. طيب بعدين كونسلت سبيشاليست فور سورس كنترول، جاسترونترولوجي، جنرال سيرجري، انترفنشنال راديولوجي. بعدين نعمل له ايفالويشن اند تريتمنت ذا اندرلاين كونديشن، طبعا هذه بعدين بنذكرها. كلينيكال مونيتورينج اند سيريال سي بي سي اند كوجريشن بانل. وبعدين نعمل له ادميشن للورد اور كريتيكال كير اكوردنج تو سكورز ستراتيفيكيشنز، عبارة عن سكور طبعا. طيب اذا هو سسبكت ابر جي اي تي بليدنج، فالمفروض اني اعمل له انتوبيشن اذا هو ريسك اوف ايروي كومبرومايز. وبعدين ابدا له بفارماكولوجيكال تريتمنت اذا هو مثلا سسبكت للبيبتيك السر ديزيز، فاعطي له ايش البي بي اي انفيوجن زي البنتوبرازول. الالكتروتايد ممكن نعطوه اذا هو سسبكت ايزوفيجيال فاريسيل بليدنج. اوكي وبعدين ريفير تو اندو الاندوسكوب ابر اندوسكوب اند اندوسكوبك هيموتوميسيس هيموتوستيسيس الهيموستيسيس. اوكي طيب اذا هو نسيبول بالرغم الريسسيتيشن اللي سويناه، فهنا ممكن نحتاج الانجيومبولوزيشن او سيرجري. طيب اذا هو سسبكت لابل جيتي بليدنج، هنا نقسم الحالات الى ستيبل بيشنت اور انستيبل بيشنت. اذا هو ستيبل بيشنت وانا كطبيب سسبكت لور جيتي بليدنج، اوديه على كولونوسكوبي. لكن اذا هو انستيبل بيشنت جايلي بهيماتيكيزيا وانستيبل بيشنت، فهنا الاسباب ممكن تكون ابر جيتي بليدنج اور لور جيتي بليدنج، فلازم احدد وابدا ادخل بالموداليتي. طيب على اي اساس ابدا؟ في حاجه تسمى الهاي بريتست بروبابيليتي، هذه يعتمد عليها الطبيب، تعتمد على خبرة الطبيب طبعا، يكون ما يحتاجش اي تيست ولا شيء، بس بريدكت انه هذا عنده ابر جيتي بليدنج. فاذا كان عنده هاي بريتست بروبابيليتي اوف ابر جيتي بليدنج، وهذا مباشرة اوديه على الاندوسكوب. اذا هو مودريت وذ بوزيتيف اور انكونكلوسيف نازوجاستريك اسبيريشن، برضه نوديه على العيش الابر اندوسكوب. طيب اذا هو انستيبل بيشنت وذ هيماتكتيزيا وعنده هذه الاشياء، مودريت بريتست بروبابيليتي اوف ابر جي تي بليدنج وعنده نازو جاستريك نيجاتيف، فهذا ينفي لي العيش الابر جي تي بليدنج، فودوه على الكولونوسكوب مباشره. بس لازم يكون ايبل تو توليريت الرابيد باور بريبريشن. اوكي طيب consider angiography for patient with refractory hemodynamic instability. consider surgery if other options have failed. طيب عندنا هنا مجموعة quick hints مهمة، يعني تنفع في differential diagnosis. if you suspect lower GIT bleeding still exclude upper GIT bleeding. لازم أعمل exclusion لل upper GIT bleeding إذا هو جايلي بهيماتيكيزيا. before attempting to localize the site of lower GIT bleeding. الهيماتيميسيز والميلينا قلنا إنه the most common presentation of acute upper GIT bleeding and patient may have both symptoms، ممكن يجيلي بالاثنين. occasionally a brisk upper GIT bleeding presents as hematochezia، ممكن يجيلي المريض بهيماتوكيزيا وهو مصدر البليدنج حقه من الأبر جايتي. طيب لازم نسأل المريض دائما إذا هو جايلي بجايتي بليدنج، لازم أسأل على إذا كان يأخذ نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، ولا ممكن يأخذ الأسبرين والكلوبيدوجريل والأنتي كوجولانس، فممكن تكون سبب. Bleeding from the small bowel may manifest as melena or hematochezia. إذا هو مصدر bleeding من ال small bowel ممكن يجي لي كهيماتوكيزيا، ممكن يجي لي كملينا، وقلنا لأنه proximal to the colon. طيب colonic sources of bleeding present with either occult bleeding in stool or hematochezia. إذا هو مصدر من الكولون ممكن يجي لي كهيماتوكيزيا أو ممكن يجي لي
occult bleeding طبعا ما يجيش بميلين لانه مصدره في الكولون، او ممكن يكون بروكسيمال في الرايت كولون فممكن برضه يجي لي بيعيش بميلينا. طيب about 80 of episodes of upper GIT bleeding stops spontaneously and only need supportive therapy. 80% من الـ upper GIT bleeding توقف بشكل تلقائي ما تحتاج إلى supportive therapy. الـ upper GIT bleeding لو جالي مريض عنده الـ upper GIT bleeding or positive occult blood test وعمره أكثر من 40 سنة، هذا ممكن يكون قولو ممكن يكون كولون كانسر until proven otherwise، لازم في الكولون كانسر. طيب عندي هنا سبب رير طبعا بس ممكن ننفيه، لازم ننفيه في حالة كان عندي بروفيوز بليدنج. الأورتو انتريك فيستولا is a rare but lethal cause of GIT bleeding للمريض اللي هو عنده history of aortic graft surgery، فممكن سسبكت انه يكون سبب ولازم فيه. هذا differential diagnosis of rectal bleeding من الابر جي اي تي او ممكن ايلوجينال ممكن كولونيك ممكن انوريكتال، وطبعا هذا كلها اوفرت يلاحظها المريض. هنا الانسيدنس اوف الابر جي اي تي بليدنج حسب الموست كومن، طبعا الدايفرتيكولار هو الموست كومن كوز، وبعدين الكولونيك باسكولار اكتيزيا، وبعد الكولايتس، وبعد الكولونيك نيوبليزيا اور بوست فولوبكتومي بليدنج، واخر سبب محتمل ممكن يكون الانوركتال ليجنز الهيمورويد والفيشر. هنا الديفرنشال دياجنوستيز الموست كومون اكوردنج تو ذا ايج، اذا كان عمره اذا كان ادوليسنس اند يانج ادلت من 13 الى 40 سنه فالاحتماليه الكبرى تكون مايكل ديفرتيكولوم، وبعدين الانفلامتوري بول ديزيز والبوليبس. اذا كان عمره اقل من 60 سنه الديفرتيكولوم هو الموست كومون طبعا، إذا كان عمره أكبر من 60 سنة فالموست كومن كوز إز أنجيو ديسبليزيا، وطبعا النيوبلاز لازم فيهن. There are a couple of points to note about this differential diagnosis. عندي نقطتين مهمة لازم نلحظها قبل الـ differential diagnosis، إنه الـ GIT bleeding قلنا إنه ممكن يجي لك overt or occult bleeding، ممكن يلاحظ المريض ممكن ملاحظوش المريض يجي لي بايش ب symptoms and sign of anemia. النقطة الثانية المهمة جدا انه ممكن يجي لي upper GIT bleeding يجي لي lower GIT bleeding فقط، يعني يجي لي rectal bleeding وهو مصدره upper GIT bleeding ما يجي ليش بهيمتيميسيز. طيب تفسير هذا الشيء انه large volumes of blood in the GIT tract can act as cathartic فيعمل استيميليشن للبريستالسيز و يعني ينزل بشكل سريع في الريكتام. ندخل في الهيستوري اوف بريزنتنج إلنس، نبدا الان نستجوب المريض ايش الاسئله اللي مفروض ابدا اسالها المريض، وطبعا بنذكرها تباعا حسب الاهميه. اول سؤال واهم سؤال لازم اساله المريض how much blood has been passed، كم كمية الدم اللي خرجت، وهو يقدر يحدد لي هي طبعا. This question is directly relevant to your initial hemodynamic status survey، مهم جدا طبعا عشان أعرف الهيمودينامك ستاتس حق المريض. طيب كيف يقدر يحدد لي هذا الشيء؟ عبر الفاميليار ميجرز زي التي سبون أو بوتل أوف ووتر، سهل طبعا هذا الشيء يقدر يقدره، أصعب إنه يقول بالمليمتر. تيسبون بطل فوتر اي حاجة يقدرها المريض وعرفها الدكتور. طيب ممكن يجي لي لو قال المريض انه البلود هاز ميكست وذ ووتر ان ذا تواليت باول، ف ذات از فيري ايزي تو اوفر استيميت فوليوم اوف بلود لوس، معناته ان هذا بفيوز بليدنج اذا قال لي انه حصل ميكسينج وذ ووتر ان ذا تواليت باول. طبعا you should additionally inquire about symptoms of hypovolemia and vascular hypotension, lightheadedness, collapse، كلها signs of anemia symptoms of anemia. طيب
طيب نسأله what is the duration and frequency of the symptoms. What did the blood look like؟ كيف كان شكل ال blood؟ طيب generally speaking بشكل عام إذا كان ال bleeding the fresher the blood the more distal the blood. إذا قالي ال blood fresh هذا معناته إنه more distal، وطبعا عندنا النفي اللي بنذكره إنه ممكن يكون upper GIT bleeding. طيب substantial bleeding from lesions proximal in the GIT tract may present with melena. ممكن قد قلنا انه ايش البليدنج اذا مصدر بروكسيمال تو جي اي تي بلا تو جي اي تي تراكت ممكن يجي لي بميلينا اور هيماتكتيزيا. طبعا الميلينا تعرف انه جيت بلاك ليكويد ستول كوز باي بكتيريال اوكسيديشن اوف ذا هيم. الهيماتيزيا ممكن كيف ممكن يجي لي هيماتيزيا هو مصدر من الابر اف ترانسيت تايمز ار سفيشنتلي ريبيت. طيب you may need to specifically ask the patient about melena. لازم أسأل المريض عن الميلينا بأسئلة يعني familiar للمريض، كيف كان شكل الميلينا بالضبط. What is the relationship of blood with stool؟ إيش علاقة البلد مع الستول؟ كيف كان شكل البلد بالضبط؟ طيب this is the key question with regard to potentially localized the source of bleeding. طيب قلنا نسأل عن علاقة البلد مع الستول، وهذا سؤال طبعا مهم جدا عشان أقدر أحدد ال source of bleeding. This is the key question with regard to potentially localized the source of bleeding. وطبعا عندنا ملاحظة انه ايش ممكن يكون مصدره من الابر جيتي بليدين قلنا يعمل رابيد انتستاينال ترانسيانت تايم يعمل لي كونفيوجن بروديوس كونفيوجن بيكتشر. طيب عندنا 4 سيناريوهات لاختلاط البلد مع الستول، ممكن يكون ميكست the blood is mixed with stool، ممكن يكون strict on stool، ممكن يكون blood is separate from the stool، ممكن يكون only seen on the toilet paper. في حال كان ميكست with stool هذا يعطي الانطباع انه ايش البليدنج حصل بروكسيمال بحيث انه حصل له وقت كافي انه يعمل ميكسينج مع الايش مع الستول. طيب ايش قال this suggests that the lesion is proximal to the sigmoid colon. Stool is the proximal colon is soft thus facilitating mixing with blood. يكون الستول عاده لسه soft فيلاقي فرصة انه يعمل ايش ميكسينج مع البلد. طيب البلاد ستريكت اون ستول يكون اذا لقينا ان البلاد يكون منقط مع الستول هذا سجست انه سيجمويد اور انوريكتال سورس اوف بليدنج. طيب في حال انه كان البلاد سيبريت فروم ذا ستول عندي تو سيناريوز، ممكن يكون البلاد باست ايميديتلي افتر سكول ستول. ذا لايكلي هود از ذات ذيس از an anal condition such as hemorrhoid. طيب ممكن يكون the blood is passed on its own. This implies that there has been sufficient bleeding to dilate the rectum and produce defecation stimulus. عبارة عن bleeding فقط يعمل لي ايش stimulation للrectum حصل له ايش dilation خرج لي bleeding فقط. Such bleeding is most likely to occur with diverticular disease and dysplasia inflammatory bowel disease or sometimes rapidly bleeding cancer. وقلنا طبعا ممكن الابر جيتي هيموريجيز is another small print cause ممكن يكون سبب. طيب في حالة انه كان blood is only seen on the toilet paper اللي يستخدمه toilet paper this implies relatively minor bleeding from the anal canal most likely due to hemorrhoid or anal fissure. طبعا هذه الاشكال الظاهره للبليدنج في حال كان ريكتال بليدنج او ريمتيميسيس. نحن يهمنا في هذا الدرس الريكتال بليدنج اشكالها وعلاقتها بالمصدر اوف بليدنج في حال كان من الايزوفيجيال ولا ستوماك ولا دودينال ولا كولون ولا سيجمود ولا ريكتم. طيب نساله كمان عن البين والتنزمس.
مهم جدا. Is there any pain or prolapse when opening the bowels؟ هل يشعر ب pain or ب outpouching of rectum أو protrusion of rectum when لما يعمل screening؟ Most of condition resulting in rectal bleeding are non painful، في الغالب يكون أصلا non painful rectal bleeding. عندنا exclusion مهم جدا اللي هو ليش الأنال فيشر، which produce intense tearing pain during defecation and may be lasting for several hours post defecation. Such patient may also complain of itching and perineal irritation. هذا يساعدنا في ليش diagnosis، ممكن يكون عنده itching و irritation. طيب الكولايتس ممكن يجيلي كمان بأبدومينال كرامبينج، اللور أنا الكانسر ممكن يجيلي ببين، الهيموريد ممكن يجيلي ببين لو حصل له ثرومبوسيس فقط، بس ممكن يجيلي بإيش ببرولابس، وهذا برضو سكست الهيموريد. طيب is there any tenesmus؟ tenesmus اللي هو عبارة عن sensation of incomplete evacuation. هذا السؤال طبعا مهم جدا عشان أستثني الكانسر، ممكن يكون سببه ريكتال كانسر وممكن يكون سببه الكولايتس. طبعا الريكتال كانسر ايش السبب؟ انه يعمل لي فيلينج اوف كومبليت باول ايفاكويشن. طيب هاز ذير بين اني تشينج اوف باول هابيتس؟ هل حصل له تشينج في الباول هابيتس مثل دياريا او ميوكس مثلا؟ طيب اذا كان اسوشيشن مع دياريا ممكن يكون السبب كولايتس، إذا كان سوشيت مع ميوكاس ممكن يكون سبب كولايتيس، بروكتايتيس، ريكتال كانسر اند فيلوس ادينوما اوف ذا ريكتوم. طيب بالنسبة للاكستنسيف هيمرويد ممكن يكون عنده سوشيت مع ميوكاس بالريكتوم. طيب هاز ذا بيشنت لوست ويت؟ هذا سؤال مهم جدا طبعا دائما نسأل عنه في حال سسبكشن اوف كانسر، فلازم ننفي الكانسر. الريكتال كانسر ممكن يسبب الويت لوس بدون ما يحصل اصلا هيماتيميس ميتاستاتيك سبريد، فمهم جدا في الكانسر. طيب are there any symptoms of anemia؟ طبعا هنا مذكور ملاحظة انه the current overt blood may represent an occult blood that has been unmasked for example by anticoagulant drug. يعني الاوفرت اللي قالي الان ممكن يكون من قبل كان عنده occult bleeding فمش عارفين انه عنده يعني bleeding، بس الان في حاجة يعني ايش اظهرت البليدنج، ممكن المريض بدأ يستخدم anticoagulant فبدأ يكون bleeding عنده overt. Hence it is useful to ask about symptoms of anemia such as lethargy and shortness of bleeding. Shortness of breath. طيب هذا table of rectal bleeding diagnosis مع الassociation طبعا. The rectal bleeding إذا كان association مع البين فsuspect colitis and anal tumor and anal fissure، ممكن يكون thrombosis إذا حصل له إيش هيمورويد، ممكن يكون هيمورويد إذا حصل له thrombosis. طبعا هنا suspicion أو ال diagnosis differential diagnosis حسب، إذا كان mixed with stool ومعه بين ممكن يكون colitis، إذا كان سريد أونستول هذا يكون أندر طبعا بيكون أنال تيومر مثلا إذا كان عنده بين. بلاد سبريد فروم ستول ممكن يكون كولايتس، سبريد ممكن يكون سبب كولايتس أيضا، والبلاد أون ذا تواليت طبعا ممكن يكون أنال فيشر أو ممكن يكون هيمورويد طبعا، ولا ممكن يكون الاثنين طبعا وذ بين زي ما ذكرنا إذا كان الهيمورويد حصل له ثرومبوزيس. وبقية الأسباب طبعا تكون not association مع بين. في الباست ميديكال اور سيرجيكال هيستوري لازم انا اسال على اذا حصل له بريفيوس ريكتال بليدنج من قبل وبعدين وايش الشخص ومت وايش الاوت كام حق الديزيز، هل مستمر مثلا على علاج، هل توقف، هل. طيب اذا هنا كيس اوف السيراتيف كولايتس فعندي suspicions مهم جدا ابدا فيها، اذا ممكن يكون كرونيك مالجنانسي مثلا، ممكن يكون فلير اب اوف السيراتيف كولايتس، واذا حصل مثلا عنده ريسنت بول تروما فممكن يكون بول سيرجري، خضع لبول سيرجري مثلا، كولونوسكوبي، دبل كونتراست باريوم انيما اور اذر انو ريكتال بروسيجر زي ترانس ريكتال بروستيت بايوبسي،
كلها ممكن تكون أسباب للريكتال بليدنج. لازم إننا نسأله في الباست هيستوري. طيب الأورتيك هيستوري إذا هو خضع لبريفيس أورتيك سيرجري ممكن يكون حصل له أورتو إنتريك فيستولا، بالذات لو قالوا بليدنج برفيوز بليدنج لازم في الأورتو إنتريك فيستولا أنتل بروفن أذروايز. طبعا الراديو ثيرابي تو ذا ريكتوم ممكن يعمل لي بروكتايتس. البليدنج تندنسي لو واحد يستخدم مورفارين، لو واحد عنده هيموفيليا، لو واحد عنده بلاتلت ديسفانكشن. اوكي طيب واحد عنده باس ميديكال هيستوري ذات بريديسبوز تو ابر جيتي بليدنج، واحد عنده بيبتيك السر مثلا، عنده كرونيك ليبر ديزيز، عنده ديودين الالسر، فهذا طبعا ممكن يعمل ليش كان اولسو بريزنت ويز ريكتال بليدنج، خصوصا لو كان الديودين الارسر قلنا انه لو كان في الليسر كورفيتشر. هنا ممكن يعمل لي فيستولا مع اللارج فيزلز، يعمل لي برفيوز بليدنج. الدرج هيستوري طبعا ممكن يكون احد الاسباب للبليدنج. ايش يستخدم طبعا من دراجز ممكن يكون هو المتورط في البليدنج. كيف ممكن يسبب بليدنج؟ بأربع سيناريوهات. ممكن increase risk of bleeding، ممكن increase risk of peptic ulcer، ممكن increase risk of infectious colitis، أو decrease heart response to hypovolemia. المفروض يحصل له tachycardia وهو ياخد بيتا بلوكر مثلا. طيب في حالة increase risk of bleeding مريض ياخد anticoagulant or antiplatelets، فأكيد انه ايش يعمل له increase risk of bleeding، خصوصا اللي يستخدم long term anticoagulation اصحاب البروستيتيك هارت ديز فالف. هذا ممكن يعمل له ايش اكزيستنج انجيو ديسبليزيا. طيب نون ستيرويدال انتي انفلامتوري دراجز ممكن انكريز لايك هود اوف بليدنج فروم دي فيرتيكولار ديزيز، انكريز ريسك اوف بيبتيك السر. اللي يستخدم نون ستيرويدال انتي انفلامتوري ستيرويدز بايس بيسفوسفونيتس بريدسبوز تو بيبتيك السريشن. طبعا increase risk of infectious colitis الانتيبيوتيك ممكن يعمل لي كده. باي انتيبيوتيك يوز ماي بريدسبوز تو كلوستريديم ديفيكال كولايتيس از مي يوز از بروتون بامب انهيبيتور. والبيتا بلوكر قلنا انه ديكريزد هارت ريسبونس، كان ستوب بيشنت فروم مونتينج ذا يوزوال تيكيكارديك ريسبونس تو هايبوفوليميا. في الفيزيكال اكزامينيشن ابدا له جنرال اكزامينيشن وابدومينال اكزامينيشن وركتال اكزامينيشن. في الجنرال اكزامينيشن اشوف الهيموديناميك ستيبل، عبر ايش اشوف البلس واشوف البلد بريشر، ممكن يكون عنده ساينز اوف ايش ساينز اوف انيميا اوف اور اوف بليدنج كونتينيوينج اور نيو بليدنج. طيب ار ذير اني فيتشرز اوف سجسف كرونيك بلد لوس، لو واحد عنده ساينز اوف انيميا زي البولور والكولينيكيا هذا ممكن يكون سجستيف عنده كرونيك بلاد لوس. الملجنسي طبعا عنده يكون عنده كاشيكسيا او ممكن يلاقي بيبس لينفادينوباثي. في الابدومينال اكزامينيشن يو شود اكزامين ذا ابدومين عشان الاقي ايش اذا في عنده فوكال تندرنس، اذا عنده ميسز، اذا هو عنده ليفت سوبرا كليفيكولار لينفادينوباثي اللي هي الفيرسوز نود، قال سسبكشن ليش مالجنسي. ممكن يكون عنده بالبيبل ليجن ان ذا كولون او الهيباتومنجلي، ممكن يكون عنده اسايتس، هذا طبعا ريفلكت انه يكون في عنده ديزيز في الليفر مثلا. طيب الريكتال اكزامينيشن طبعا نبدا بالانسبكشن اوف ذا انس. يو ماي سي ان انال فيشر ممكن يكون اسوشيتد مع سكين تاج اسنتينال بايل هيمورويد اور فيستولا، مي بي اسوشيتد وذ انفلامتوري بول ديزيز. All patient presenting with rectal bleeding لازم انه يخضع لايش للديجيتال ريكتال اكزامينيشن. عندي بس استثناء وحيد اللي هو اذا في عنده بينفول انال بفيشر اور ابسيس. طيب ايش ممكن الاقي بالديجيتال ريكتال اكزامينيشن؟ ممكن فيلينج فور بالبابل ماس، وممكن الاقي البلود وذ دروول جلوفد فينجر. اوكي طيب هنا في ملاحظة يقول لك انه مش شرط اني الاقي بالبابل هيمورويد ديورينج ال ديجيتال ريكتال اكزامينيشن ما لم يحصل له برولابس ولا ثرومبوسيس ممكن الاقي. طيب بالنسبة للانفستيجيشن انترن بلاد اكزامينيشن بلاد انفستيجيشن اللي هو الفول بلاد كاونت، هذا طبعا ريفليكت انه عنده انيميا
واللي عنده لو بليتليتس. الكلوتينج اشوف الكلوتينج فاكتور ممكن يكون عنده بليدنج تندنسي، اسوي له كروس ماتش طبعا اذا هو ايش عنده بيرفيوس بليدنج يحتاج بلاد ريبليسمنت. اليوريا اشوف اليوريا لانه اذا كان مصدر البليدنج فروم ابر فممكن الاقي رايس ان يوريا، والتفسير انه اليوريا از بريك داون برودكت اوف دايجستد ريد بلاد سيلز. الاندوسكوبي مهم طبعا، اسوي الاندوسكوبي يا اما بروكتوسكوبي او ريجيت سيجمويدوسكوبي، ابدا له من تحت طبعا. should be performed in all such patients unless there are painful anal lesions such as anal fissure. ابدا له طبعا ما لم يكن عنده ايش painful anal lesions. But note that the view of the rectum may be unspecific, unsatisfactory if there is a lot of blood. لا في أولاد تفضل طبعا ما بيك هذا المدريتي ما بي ما بيكونش مناسب لليش للإكزام طبعا. will enable the identification of bleeding hemorrhoid or rectal cancer. اوكي وميزته كمان طبعا هذه كلها مميزات. and can be performed at bedside in emergency. هذا شكل البروتوسكوب وذلك شكل الريجت سيجمويد سكوب، وهذا اللي تحت الفيو ات بروتوسكوب، وهذه سيسايل بوليب. طيب الفرذر اكزامينيشن عندنا فور فرذر اكزامينيشن مهمة جدا. اذا كان عندي برفيوز بليدنج مش قادر الاقوه بالايش بالبروتوسكوب ولا ريجت سيجمودسكوب، فاذا انا ممكن احتاج الكولونوسكوب. هذا الكولونوسكوب مهم جدا طبعا. طبعا صعب ان انا ممكن اشوف الاجود فيو بول اليومين اذا كان عنده ايش بدون ما اكون ايش مسوي له كوبيس لافاج فولي بريبريشن اوف ذا بول. لو قدر اسوي له هذا الشيء فالكولونوسكوبي طبعا قد هو افضل ذا شويز investigation of choice in the stable patient. طبعا الميزة الثانية انه diagnostic ممكن يكون therapeutic option by means ممكن اسوي adrenaline injection، ممكن اسوي urgent plasma coagulation diathermy، ممكن اسوي clipping. The colon can be irrigated via cecal catheter to maximize visualization. Okay. طيب المزينتريك انجيوغرافي طبعا if available، ما يكونش available طبعا in small hospitals or out of hours، بس طبعا هو البديل اذا كان الكولونسكوبي مش متاح او مش قادر اشوف الليجن. طيب hence it is often used if patient bleed then stop and then re-bleed. طيب mesenteric angiography is particularly useful for detecting angiodysplasia طبعا، وممكن يكون خيار علاجي. الامبوليزيشن ممكن استخدمه خلال الميزنتريك انجيوغرافي. طيب السيتي انجيوغرافي طبعا an alternative to conventional mesenteric angiography particularly as multi-slice CT can no detect even relatively minor bleeding. فهذا حلو جدا ممكن يديتكت المينور بليدنج طبعا، ولو فينس اكسس ولو ارتريال اكسس طبعا. ومن ضمن مميزات حقه انه بروفايد رابيد ايميجينج اند انيبل اذر من يطلع لي كمان من الباثولوجي. اوكي بس النقطة السلبية فيه انه ما هوش خيار علاجي. There is a lack of therapeutic capability. Okay. Thus, patients with bleeding lesions identified by CT angiography will need to proceed to mesenteric angiography or laparotomy. ممكن يحتاج إنه إيش؟ أوديه للميزنتريك angiography or يعني هذا لو احتاج embolization. لو احتاج surgery فأوديه على اللابراتومي. طيب التكنيوم تكنيتيوم سنتيغرافي طبعا if available، وطبعا rarely available in smaller hospitals for or out of hours. طيب يستخدم typically this will be
patient who have short-lived intermittent bleeding. Its main role is in guiding surgical resection. Also has the advantage of requiring no power reparation. طبعا من ضمن الحقائق المميزة انه ما يحتاجش بريبريشن. الابرندسكوب طبعا بعض some surgeons بعض الجراحين يؤيدوا ان الابر اندسكوب لازم نسويه مع اي مريض قالب لور كي اي تي هيموريج، خصوصا لو هيموديونيوم كومبرومايزد. وطبعا قلنا as we have already started upper GI hemorrhage may occasionally present as rectal bleeding. Not only is upper GI hemorrhage more common than lower. مش بس ال upper GI يعني ال incidence حقه أشهر من ال lower GI bleeding. أيضا it is less likely to stop spontaneously and thus more life threatening. الجاستريك لافك طبعا يستخدم to إثبات إنه المصدر upper GI bleeding or lower GI or يعني إثبات أو نفي إن المصدر upper GI bleeding. الآن نهم إنه لازم ننفي ال upper GI bleeding. فا if the gastric aspirate is bilious and there is no bleeding, you can efficiently rule out an upper GI source. لو لقينا بايل وما فيش blood خلاص معناته إن السورس مش upper. طيب if however the aspirate is negative for both bile and blood، لو ما لقيتش لا blood ولا bile معناته انه لازم كمان ما قدرتش انا الان انفي انه المصدر عبر جيت بيدنج. ليش؟ لانه ممكن يكون حاصل له سبازم في البايلوراس ويمنع انه يحصل ايش كوندكشن ما بين الديودينم والستوماك، ممكن يكون مصدر البليدنج من الديودينم ديودينال كانسر السر ديودينال السر يعمل لي بليدنج يدخل الستومك مفروض، بس البايلوراس سبازم منعت ذلك. طيب قال في خيار طبعا اسمه السمول باول فيزواليزيشن باي انتروسكوبي اور فيديو كابسول اندوسكوبي. طبعا ما بيستخدمش بشكل كبير للورجيتي هيموريج، ويستخدم اذا هو الموديلتيز السابقة فشلت اني احدد مصدر ليش الهيموريش ممكن استخدم هذا الموديلتيز. طيب it is worth nothing that the investigation may all come back negative either because يعني ممكن الانفستيجيشن تكون نيجاتيف، ممكن تكون بسبب source of bleeding cannot be found yet there is evidence of bleeding، البليدنج الى الان يكون مستمر، او because the bleeding has stopped حتى لو البليدنج ستوب مش قادر احدد ليش البليدنج. عندي ايش تو كلاسيك كوزيس الانجيو ديسبليزيا وال دوال فوا ليجن، عبارة عن رابشر سب ميوكوز الارتري موست كومونلي ات ذا ايزوفيجيو جاستريك جنكشن بات اولسو ان ذا سمول بول اند ريكتم. هؤلاء الاثنين ار تو كلاسيك كوزيس اوف انترميتنت بليدنج ذات مي بي فيري ديفيكالت تو فيجواليز. طبعا هذه الموديلتيز المفروض نستخدمها في اللور جيتي بليدنج بعد نفي الابر جيتي بليدنج، بروتوسكوب ريجيد سيجمودسكوب والفليكسبل سيجمودسكوب. طبعا كل موديلتي المنطقة اللي هو اللي وصل لها، وبعد معي الكولونسكوب اللي هو اللي يعني يوصل للكامل الكولون. هذا ريفيو للمانجمنت طبعا واختيار الموديلتي الانسب شرحنا سابقا باستفاضة، وهذه المصادر المستخدمة في الشرح. Thank you. شكرا جزيلا.